رامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربه بالخارج. نهضر لكم على يعني قوافل اللي درنا، قافله اخباريه حول مزايا الاستثمار في باريس، وقافله في بروكسل بمرافقه إخوة ديال المانيا. ثلاثه قوافل، وكان داك الشيء في مستوى رفيع حيث كان الكورونا ما خلوناش، ورغم هكا تجمعنا يعني 5 و15 حتى 20 واحد في كل قنت، ودار هذا الشيء والحمد لله. ان الغرض ديالنا حنا وصلنا ليه، وهو ان وصلنا للاخوان ديالنا بان البلاد راه في حاجه لهم، وخصهم يجيو باش يستثمروا في بلادهم، وعلى رغم ان يكون اللي بغى يكون. فقدمنا لهم المزايا اللي تتخصها الابراك، وبالخصوص بنك العمل اللي كانت هي اللي نظمت معنا هذه القافله، ومكتب ديال سي سي جي صندوق الضمان، صندوق الضمان كسنترال دو غارونتي، المركز الجهوي، الصندوق الجهوي الضمان المركزي، وكذلك الهضا. الهضا يعني هي شركة مختصة في الفلاحة، ولامدي، لامدي كذلك هي شركة يعني تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهاد الناس ضحوا معنا وحضروا معنا وعاونونا وساعدونا يعني باش درنا هاد القوافل. درنا يعني غير الله سهل فيهم وصافي، ما قدروش ديروا، الناس جاو وحضروا معنا ودرنا مأدوبة عشاء الفرق اللي جاو معنا، وزعنا لهم لي بروسبكتوس يعني ديك الوثائق اللي كتبت لي كيفاش يستثمروا واش يديروا واش خصهم هذا، ومشاو الناس ناشطين. فاتخذنا حنا واحد الفكره هائله اننا دابا بني جات هذه القضيه دابا ديال الكركارات، ان الاخوان ديالنا باش نتجمعوا ونمشيو المستثمرين ديالنا من الخارج ونمشيو حتى حنا للكركارات، وكذلك نديروا قافله اخباريه حول مزايا الاستثمار من المناطق الصحراويه، يعني المناطق الجنوبيه في داخلة سمارة العيون، يعني سميتها بالميم ودنون، يعني المناطق الجنوبية كلها جنوبية. إن شاء الله إحنا قررنا دابا إن شاء الله غادي نمشي ونخطو لهذا الشيء مع المسؤولين باش القافلة اللي جات تلقى داك الشيء موجود ونصاب على حقه وطريقه. فيعني من هنا واحد 10 أيام إن شاء الله غادي نمشي واحد الوفد اللي غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد، نصوبوا القوافل ديالنا ونزوروا نيت المناطق تما، باش تكون هاد القافله اللي غادي نديروا خاصه بالاستثمار، نديروا واحد الزياره حتى لدوك القناصله اللي تحتلو، حيت غادي نجيبوا معنا ناس من داك البلدان اللي كينتميو لديك القناصله اللي تفتحوا ان شاء الله، باش يحضروا معنا حتى هما باش يشجعوا الاستثمار ويجيبوا المستثمرين ديالهم. وهذا يعني زعما كان عمل جبار اللي خصنا نخدموا فيه مزيان ان شاء الله. الرأي ديالكم مستر رامي اعتراف بولايه المرجع، هذا رأي رأي جميل، هذا اللي كنا كنتسناو، هذه ودرنا هذه دابا هذه 40 عام كل ما عطا شنو صافي، دابا هي الصحراء ما عمرنا غادي يحيد هذا الشيء حد لينا، والصحراء صحراؤنا وغنبقاو بلادنا وما كاينش اللي يمسنا، غير انما العناد والحسد وناس ما باغيناش وراك عارف، ولكن حنا باغين بلادنا وباغين ملكنا وباغين الشعب ديالنا باغين بعضياتنا، وحنا كجاليه عارفين روسنا باننا ما عندنا فين ما عندنا اش غنعاونوا، شكون غادي نعاونوا الا بلادنا. الرأي ديال المستثمرين؟ المستثمرين مستعدين عادين يجيو يستثمروا، سيرتو دابا حيت حنا دابا شوف اللي عجبني انا هو اننا كنا درنا هذه واحد 20 عام واحد القافله ديال الاستثمار في المناطق الجنوبيه،
وقالوا لنا غنعطيوكم الاراضي وغنديروا لكم وهذا، ما كاين ما عطاوناش. اتفق معهم لان كانت شويه مزيره الوقت. اما دابا غادي نرجعوا نطالبوا بهذيك الاراضي اللي كانوا يعطيونا باش نديروا الاستثمار. علاش؟ لان الجاريه باغا تستثمر ولكن خصني عاونها. حنا سنينا اتفاقيه مع رؤساء الجهات ديال تما وعندنا هذه الاتفاقيه، غادي نجيو ندلو بها وهي باش ان شاء الله غادي نحقوا هذا الاستثمار. فيما يخص السرابي الانشطه ديالكم، الانشطه ديالكم الانشطه حنا ناشطين المقبله ماجي هذا من الانشطه الماجي يعني اذا نقول لك وغادي تعاوني بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا زيارات. حنا دابا اللي كنفكروا فيه هو هذاك القضيه ديال التليبريشن اللي كاين ما بين المغرب وامريكا، غادي نبداو نتحركوا حنا نجيبوا الناس ديالنا باش يكونوا شركات امريكانيه كثار هنا في المغرب مع الجاليه، ونفس الشيء مع انجلترا، ونفس الشيء مع الدول الاخرين اللي هما تيبغيونا تيبغيو بلادنا. حنا غنمشيو مع اللي كيبغينا، فهمتي؟ اللي كيبغينا غنمشيو عندهم نتعاونوا معاه ويتعاون معانا. شكون المطالب ديالكم كمسؤولين؟ المسؤولية ديالنا حنا راه معروفة، اش غنقول لهم يعتنيو بينا؟ راه معتنيين بينا، يعطيونا ما عندهم ما عاد يعطيونا، العاطيه هو الله سبحانه وتعالى. اللي ما كاينش المساعدات المالية ما كاين حتى شي حاجة، فحنا معاونين هنا على روسنا. حنا عندنا لوطو فينونس، الاستثمار يعني التمويل الذاتي. كنجمعو كنحطو في ديسات وكنديرو تعاوننا شي خطر شي بنكة ولا شي حاجة هادشي اللي كاين. أما باش تعول على شي وزارة تعاونك راه ما كاينش. كلمة ديالك الأخيرة كلمة ديالك الأخيرة شنو هي؟ غنقول لك أنا مقلق بزاف، ما لقيتش اللي يساعدني باش نحقق الأمنية ديالي، والأمنية ديالي هو نشوف هاد الشباب خدام وناشط، نشوف بلادي زارت، نشوف يعني صراحة ما نكذبش عليك، حنا اش بغينا كاع بهاد الهجرة بركة عندنا منا، نجيو نقابلو بلادنا، نديرو حتى حنا نشاركو الجالية ديالنا والعائلات ديالهم هنا، عندنا دابا هاد البنكة ديالنا هاد بنك العمل، حنا نديرو حتى حنا واحد، راني اقترحت عليهم في الجمعة هاد الانطلاقة، نديرو حنا انطلاقتنا، نحن وعائلتنا، علاش؟ هاد العائلات ديالنا خاصهم حتى هما ندخلوهم نديرو لهم مشاريع، نجيو نديرو لهم مشاريع هنايا والبنكة تعاوننا باش يعني ما نبقاوش نمشيو للخارج، نبقاو مقابلين بلادنا، راه بلادنا غتكون مزدهرة بزاف عاد، غير خصنا نعرفوا لها حتى نحبسوا حنا من الهجرة دابا عقل، واش باقي باقا تكون شي هجرة. شتي غير هاد الخطرة هادي إلا مشينا تتحققت هاد الأمنية والله واحد لا بقى مشى، كلشي غيبرك هنا. كاينش مساعدة جات السيرة من الطرف، ها؟ الطرف المسؤولين في الوزارة من الطرف. الوزارة ما مني جات هاد السيدة ما عطاتنا حتى شي ريال، ولا شي ناس حتى لعندها، مازال مني كان هذاك السيد سميتو السيد بن عتيق كان شوية تيعاون، ما الآخرين راه والو، ما كاينش شي وزارة عاونتنا إلا هو بعدا جا عاون شوية صراحة. والبنك، البنك العام تتعاون، تيعاونوا التجاري وفا بنك تتعاون، كلشي تيعاون، ولكن هادوك عندهم معاونة محدودة، تيعاونوك على قبل العمل اللي كدير، ما درتيش ما عطيوكش. بغينا شي برنامج إن شاء الله غادي يكون حافر وطويل ومزيان داخل الوطن. علاش؟ أن دابا الناس ديالنا اللي في الخارج حنا قاولناهم باش إلا جاو للجهة ديالهم يلقاو استثمار موجود. درنا وحده في بني ملال وجبنا الناس ديال الطليان، الامور غاديه، غادي نمشيو ثاني لوجده وغادي نديرو هكاك، وغادي نمشيو لطنجة نديرو فحال فحال الى اخره، حتى نحققوا هذه الامنيه ديال القوافل الجاويه. هذا النشاط ديال الدربيرات فوقاش يكون الدربيرات؟ وقربنا ان شاء الله، ان شاء الله قريبا، غادي يبان في اقرب الوقت. شي اضافه؟
اما عندنا اضافه لا ولا غادي نقول لك صافي دابا اللي عطى الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.